وينه هاد؟ كتير تأخر. اصبر لك شوي، أكيد رح يجي لهون هلأ. خلانا ننطره. ها هليكو إجا. يلا خلينا نروح بسرعة. يلا ايه بسرعة. يا شباب بتحبوا تاكلوا معي؟ عم تحكي معنا؟ ايه ابني عم احكي معك، سخنين وتازة. يلا تفضلوا. شكرا بس نحن مستعجلين. ابني عشو مستعجلين؟ ما في مدرسة اليوم. تعا تفضل كل معي وبعدين روح وين ما بدك. ها نحن رايحين على معهد خاص. ايه منيح تمام. يلا تفضلوا ابني، لا تروحوا على المعهد وانتوا جوعانين. شو خلاك تفكرنا جوعانين عمي؟ مو جوعانين. يا الله دخيلك، من وين اجانا هالزلمه من الصبح؟ روح يا ابني. اسمعني عود، كل هاي بالاول وبعدين بتروح ماشي؟ يعني اذا ما كان عندك شيء اهم. يلا يلا عدو. طيب يلا عدو يا شباب. نقعد خمس دقائق شو نعمل؟ ها شو قصته هاد؟ شو بده فينا؟ هالكروسانات طيبين. ايه جبتن هلأ من المخبز، دايماً باخد من عنده لما بطلع لبرا، وحفيدي كمان بيحبهم. بس هو هلأ مو هون، رح جبله لما يرجع. حفيدي مو قدكن، هو أكبر منكم بالعمر، هو عسكري نقيب بثلاث نجوم. حفيدي أبو نجوم، النقيب كرانلك. نقيب كرانلك؟ إيه هيك بينادوله بالجيش. حفيدي أبو نجوم بيضل مشغول وأنا ما بشوفه كتير، الله يحميه. وينه هلا؟ بمهمة. وين هالمهمة؟ والله يعني بيجوز يكون بجبال بامير أو بجبال البلقان أو قارباخ أو كركوك، دابار، تيندوري وحتى طوروس. يعني وين الأتراك موجودين بيروح فورا. وين ما كانوا؟ وين ما بيكونوا. حفيدي يا ابو نجوم بيوقف جنب كل تركي مظلومة بهالدنيا، وطبعا جنب كل تركي بناضل ضد الأشرار، لهيك طلع برا البيت. حفيدي كرانلك بيوقف جنبهم كلهم. وعنده كمان سبع رفقات وكلن عوايا كتير وكلن أذكياء كمان وشجعان فرسان وقلوبن قوية. لما بيمشوا على الأرض بترج تحتهم. رح قلكن شغلة، التركي مثل البرق ومثل الإعصار. تعرفوا شو حكى عنه وشو قال مصطفى كمال باشا؟ الشمس اللي بتنور العالم، وحفيدي هو ورفقاته هنن الشمس. لما عتمة الظلم بتعم فوق الأتراك، ولما الشر بيعمل خطط شيطانية كمان، وقتها تأكدوا إنه الجنود هدول رح يجوا ويكشفوا العتمة عنا بدون خوف. سيدي حوالي 50 مسلح عم بيقربوا لعنا من الشمال. تعالوا لكنا ننظم لهم استقبال. تماما
مثل مصطفى كمال باشا اللي طلع الأناضول من العتمة اللي حلت عليها قبل 100 سنة ونادى جنوده اسحقوهم بقوة الأتراك. لجنود الأسلاف هيك والخلف رح يكونوا هيك لأنه دمهم هو نفسه دم الانتقام. يعني حفيدي ورفقاته الشجعان عم يخاطروا بحياتهم كرمالكن وكرمالي وكرمالنا كلنا وبدون ما يفكروا بالموضوع. بس انتو لازم تفكروا بالموضوع، لازم تفكروا منيح، فكروا وخدوا قراركن. لا تفكروا هالقرار سهل، رح تكونوا جزء من الأبطال الشجعان أتترك تراكلنا هالبلاد بإيديهم كرمالنا، ورح تمشوا باتجاه الشمس ولا رح تختفوا تتخبوا بالعتمة، ورح تكونوا مثلن للي باعوكن هالشغلات اللي بجيوبكن. بزاوية الحديقة منشان يسمموكن، ولا رح تدرسوا منشان تصيروا رجال تكونوا مفيدين لبلادكن مثل ابني ورفقاته اللي حاملين روحن عكفن كرمالنا نحنا وكرمالكن انتو. نحنا شغلوا عقولكن يا أولاد، لا تضيعوا حالكن. صحة وهنا على الأكل. يا أولاد تعرفوا شو؟ حفيدي فات على الكلية الحربية لما كان بعمركن. مين بيعرف، بجوز تصيروا ضباط ويمكن تصيروا شاطرين باللي عم تعملوه، وجدودكن رح يحكوا عنكن بكل فخر وقتها ودمعة الفرح بعيونهم. فكروا منيح يا أولاد. يلا هلأ بخاطركن. شو يا نقيب؟ الأمور انقلبت كلها، أنت عندك السيف وعنا أحدث الأسلحة. بس بتعرف شغلي يا نقيب؟ ليه معه حق أنك مجنون بما أنك عم توقف قدامي؟ بكل الأحوال يا نقيب، أنا أبو الهاشم، بصفتي الأمير جيت وعندي اتفاق بسيط. برأيي استسلم لإلي مع رفقاتك وأنا بترك القرية بدون ما أزيها. شو؟ الموضوع بسيط مو؟ نجوم السماء أقرب لك.
لك فعلا انك مجنون. اذا ما رح تستسلم انا رح احرق الضيعة والكل رح يموتوا. وانا قلت لك نجوم السماء اقرب لك. عشو عم تتكبر؟ عشو عم تراهن يا نقيب؟ عالسيف يلي معك؟ اسمع، انت ما رح تاخذ ولا حجر من هاي الضيعة، والجنود التراك مستحيل يستسلموا لواحد واطي مثلك. هالشي ما رح يصير. رح يصير هالشي ورح تشوف. فيصل استعدوا. نار يلا. سيدي هدول رجالنا والعميد دمرس معهم. يا ربي دخيلك، اجى الموت للاعداء، اجوا لعندك يا ربي. الله يحمي سيادة العميد دمرس والرجال اللي معه. يلا بسرعه، خلونا ناخذ اللي هربوا لبين ما الشباب ينطفوا المكان هون. بسرعه تحركوا. لوين؟ له يا غالي له. تعا 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 تعا. زيادة النقيب، شوف لقلك، نحن فينا نتفق. فيني أعطيك مصاري، مصاري كتير، تركني أروح. بعرف ناس كتار، ناس مهمين كتير، رح أعطيك أسماءهم ورح أشتغل لحسابكم ورح أعمل كل شي بدك إياه. كلكم بتعرفوا ناس مهمين. مشكلتي إني ما بتفاوض مع أندال مثلك. إسباع ما بتتفاوض مع الجرادين اللي مثلك ولك. ما في صفقة مع الجرادين اللي بتمص دم الأبرياء، ولا مع الأندال اللي مثل شكلك. عم تفهم؟ المفاوضات معكم محرمة، محرمة مع الحسالة اللي بيعملوا النسوان سبايا والأولاد عبيد. Ah!
شكرا على كل اللي منحته لبلدنا. الحمد لله هنن بخير سيدي. نشكر الله درموش. انتبه. استريح، ارتاحوا يا نقيب. انبسطت بشوفتكم. شكرا سيدي. انبسطت بشوفتك. الحمد لله قاومتوا كتير منيح. برافو عليكم، برافو عليكم. يعطيكم العافية. انت منيح؟ ايه سيدي العميد، نحن بخير. بس كوران تصاوب. وينك كوران؟ أنا بخير سيدي العميد. ممتاز، عملتوا شغل ممتاز يا رجال، بهنيكم. سيدي. سيد جوكشي والمدنيين بخير؟ إيه، كران ليك قلي من وين هذا؟ هذا أماني يا سيد، وإرث غالي. أها. سيادة العميد، الحمد لله على سلامتكم. شكرا. مبسوطة أنكم بخير. سيد جوكشي، أنجزنا المهمة، لهيك خد سيفك يا خال. يا نقيب، هاد صار إلك هلأ. لا يا خال، مو صح. هذا السيف انعطى لجدك قبل 100 سنة من هلأ، وطول ما هالسيف هون وهالعلم موجودين بهالأرض، معناتها هالمكان رح يبقى أرض تركية. هذا إرثكم. وأهل القرية كيفهم؟ طمنيني. في 2 مصابين سيدي، بس الكل أمورهم بخير. هاي أخبار منيحة يا عميد، ممتاز. نفدنا من حادث كبير بدون أي مشاكل. وهلأ بعتنا رسالة تانية للجماعات الإرهابية اللي بالمنطقة. معك حق سيدي. إمتى رح ترجعوا لهون لكان؟ سيدي نحن عنا مهمة أخيرة ورح نغادر المساء. شو هالمهمة الأخيرة بقى؟ رح نعمل العرس يلي المفروض يصير سيدي.